السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا في ملفات إريتريا الأسبوعي. ملف اليوم سنناقش معا عن طرد السكرتير الأول في السفارة الإريترية في السويد. أعلنت مصادر في الخارجية السويدية أن الحكومة السويدية أبلغت السفارة الإريترية في ستوكهولم عن عدم رغبتها في السكرتير الأول في السفارة الإريترية. طلبت منه مغادرة الأراضي السويدية خلال 48 ساعة. هذا وقد كانت القوى الوطنية الإريترية المعارضة للنظام القائم في أسمرة كثفت من أنشطتها لإقناع الحكومة السويدية بإجراء خطوات عملية ضد سفارة النظام في السويد. يذكر أن الحكومة السويدية كانت قد منعت وزير الخارجية الإريترية من دخول أراضيها في الشهر المنصرم. إذن للتعليق على الحدث وما سيترتب عليه معنا من السويد عبر السكايب الناشط السياسي الأستاذ زين العابدين شوكاي. أهلا بكم وأهلا به معنا على الهواء مباشرة، وأهلا بكل مشاركاتكم خلال هذه الساعة. أولا نرحب بالأستاذ الناشط السياسي الأستاذ زين العابدين، مرحبا بك. زين العابدين شوكاي. نعم اهلا وسهلا بك. انا فاتح الحوار. اهلا وسهلا بك، سامعنا؟ انت الان معنا على الهواء استاذ؟ هل هناك اي خلل في انك تسمعنا؟ طيب احنا راح نناقش مشاهدينا الكرام خلال هذه النصف الساعة الأولى هذه القضية التي أثارت مؤخرا الأوساط السياسية والإعلامية كانت في السويد أو في أوروبا بطرد سكرتير السفير الأول في سفارة إريتريا بستوكهولم. الضيف جاهز الآن معنا، مرحبا أستاذ زين. يا مرحبا أخت ريما، بس الصوت شوية ضعيف. معليش احنا نعتذر لك، ان شاء الله تكون سامعنا الان افضل. سامعنا الان استاذ زين؟ ايوه الان افضل، نعم الحمد لله. طيب احنا ذكرنا في المقدمة عن هذا الحدث الذي يعتبر حدث هام، يعني قبل البدء في تفاصيل هذا الموضوع، اولا بطبيعة الحال احنا نعرف ان الاعراف البروتوكولية الدبلوماسية تقضي بعدم احتجاز او طرد دبلوماسيين او مساءلتهم ايضا لبعض الجرائم، ومع ذلك امر بطرد سكرتير اول السفير في السفارة الإريترية بالسويد. يعني يا ليت توضح لنا هذا الأمر. في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحيي القائمين على قناة الحوار، وأحيي أيضا الأخوة المستمعين. بداية هو خبر نشر طبعا تناولته وسائل الإعلام السويدية، نعم، نقلا عن أكبر وكالة أنباء سويدية موجودة في البلد، وهي وكالة موثوق فيها تقريبا وما بتتناقل أو لا تنقل خبر إلا بعد التأكد منه، وهي وكالة تي تي بيسموها، الذين يعيشون في السويد يعرفون ما هي تي تي لأن معظم وسائل الإعلام تتناقل منها المادة الإخبارية. نعم تي تي هي التي نقلت الخبر. مفاده أنه السلطات السويدية طلبت من أحد الدبلوماسيين الإريتريين، وهو يعتبر أعلى شخص موجود في جميع دول الاسكندنافية تقريبا، يعني أعلى شخصية دبلوماسية موجودة، نعم، اللي هو السكرتير الأول في السفارة الإريترية في ستوكهولم، طلبت منه أن يغادر البلاد خلال 48 ساعة. هذا الطلب طبعا هو بالقنوات الرسمية الدبلوماسية، هناك في الأعراف الدبلوماسية ما يعرف بالبيرسونا نون جراتا بيسموه، شخص غير مرغوب فيه، نعم، هذا مصطلح موجود في عالم الدبلوماسية، وهذا ما أعلن رسميا أنه هذا شخص غير مرغوب فيه وأن يغادر خلال 48 ساعة لنشاطات مشبوهة. السلطات بالتأكيد كانت تتابع حالة هذا الدبلوماسي وتحركاته وطريقة عمله وأداؤه كدبلوماسي
اللي ما يتناسب مع اتفاقية فيينا اللي بتقرر وبتقنن وبتنظم عملية كيف يمارس الدبلوماسي عمله في أي بلد هو منتدب فيه يعني. نعم أستاذ فلما زين، هذا الدبلوماسي يخرق هذه الأعراف نعم يعلم بحقه هذا الأمر اللي هو نعم أنه شخص غير مرغوب فيه أو نعم persona non grata. طيب يعني شكرا لهذا التوضيح، ولكن بداية تكتمت وزارة الخارجية السويدية عن شخصية، عن هذه الشخصية وعن تفاصيل دقيقة عن هذه المسألة وأسباب طرد السكرتير، يعني يا ليت توضح لنا وتعطينا أيضا تعلن عن اسمه. نعم، هو الخارجية السويدية، وهذا أيضا من الأعراف الدبلوماسية، نعم، ما أوضحت من هي هذه الشخصية وطلبت حتى من وسائل الإعلام عدم الكشف عن اسمه، بحكم أنه الخارجية السويدية تتكتم في مثل هذه الحالات من أي بلد يأتي الدبلوماسي المطرود أو المبعد نعم وإلى أي بلد تم إبعاده. وهو معروف لدى الجالية الإريترية وخاصة الأوساط المعارضة النشطة، تعرف هذه الشخصية، هو على الأرجح بالتأكيد حد داخله منغستو، نعم والمعروف بودي منغستو في هذا البلد يعني. نعم هل كانت وزارة الخارجية أو الحكومة السويدية تنتظر التوقيت المناسب والتحضير لهذه المساءلة أو الطرد؟ نعم، هذا ما هو متوقع يعني. نعم. كان في متابعات لهذه الشخصية، هذه الشخصية بحكم أنها شخصية حزبية بالدرجة الأولى، نعم، وتقوم بنشاطات يعني مش دبلوماسية، هي نشاطات ذات طبيعة حزبية يعني جبائية، جمع الأموال بقدر الإمكان نعم من خلال تنظيم المهرجانات والاحتفالات والاجتماعات، اجتماعات التبرع وغيره يعني. بهذا الأسلوب كان يجمع هذا الرجل أموال طائلة جدا نعم للحكومة الإريترية. نعم أيضا متهم هو من حسب المصادر اللي طلبت عدم الكشف عن اسمها لوسائل الإعلام، نعم مصادر سويدية، متهم بأنه كان يقوم بعملية تجسس نعم على الإريتريين المعارضين في هذا البلد. أستاذ زين، يعني راح أتوقف معك قبل للنقطة الثانية أو التهمة الثانية، ذكرت عن القانون، يعني يا ليت تشرح لنا كيف للسفارة الإريترية في الخارج تجمع هذه الجباية اللي هي 2% أو 2% من المهاجرين، يعني يا ليت توضح لنا وكيف استاءت الحكومة السويدية من ذلك الأمر. نعم، هو هذا الموضوع موضوع طبعا الناشطين الإريتريين نعم ناقشوه في حتى أوصلوه للبرلمان السويدي، وتمت مناقشته في البرلمان السويدي، وأبرز من قام بهذا العمل هو نعم عضو البرلمان السويدي الإريتري الأصل أري حمد ناكا، أيوة، وأيضا البرلماني السويدي المسؤول عن شؤون العلاقات الخارجية في حزب الشعب الليبرالي اللي هو اسمه مالم، فريدريك مالم. فريدريك مالم وأرهي رفعوا قضية في البرلمان السويدي وتمت مناقشتها، وكنا حاضرين في البرلمان، نعم، حتى من طرف النظام كان بعض العناصر جايين يعني يسمعوا مناقشة هذا الموضوع، تمت مناقشته. الحكومة السويدية منزعجة كانت لسنوات طويلة جدا من هذا التصرف، وهذا الانزعاج مصدره ليس يعني المبلغ الذي يجمع من الناس. لو كان الناس راضين بجمع هذا المبلغ لبلدهم، نعم، لا أعتقد الحكومة السويدية كان حيكون عندها مشكلة مع هذا الأمر. يعني ما هي لكن أول الأسباب؟ شيء كان فيه ابتزاز، نعم، طريقة الجمع. الأمر نعم الآخر كان فيه إكراه يعني للعناصر اللي مرتبطين بالبلد وبالنظام، وغير المرتبطين اللي عندهم مصالح أيضا واللي عايزين يسافروا، ومش فقط ال 2% هو النظام اللي يبتز من خلال الناس يعني. نعم عنده وسائل عديدة جدا في استصدار الوثائق، سواء كانت جوازات أو توكيلات أو غيره، نعم في يعني ابتزاز مستمر من قبل النظام القائم في إريتريا لهؤلاء المهاجرين، إن هم يدفعوا يعني أضعاف مضاعفة من الأموال اللي يدفعها أي مهاجر من أي بلد آخر في سبيل إتمام بعض المعاملات الرسمية اللي تتطلبها إنه يقوم بها في بلده يعني. نعم هل هذا الإجراء مسموح من قبل سفارة إريتريا في داخل الأراضي السويدية؟ يعني بالنسبة قانونياً كيف تنظر له السويد؟ الجانب القانوني في المسألة، حتى يعني لما تم الحديث في البرلمان السويدي عن هذا الأمر، الجانب القانوني
ما ركزوا عليه كثير. يعني الجانب القانوني ربما تتابعه الجهات القانونية، البرلمان هو باعتباره جهة سياسية ناقش الجوانب السياسية، كيف يتم ابتزاز مواطنين سويديين من أصل إريتري في سبيل جمع الأموال، وهل يحق لبلد في بلد آخر يجمع نسبة من دخل الفرد، يعني يحسب عليه يحتسب أو يقتطع نسبة من دخله نعم بحجة أنه أنت لازم تدفع ضريبة لبلدك، وإذا ما دفعت لا تتم لا يتم أي تعامل معك. نعم هذا الجانب الذي كانت الجهات الرسمية السويدية وعلى رأسها البرلمان الذي عبر عن امتعاضه وعدم رضاه عنها وبدأ يناقشها، وأنا أعتقد هذه بداية الحصار اللي حقيقة اتخاذ خطوة بإبعاد هذا الشخص للسبب هذا ولأسباب أخرى تتعلق بشخصه وبتحركاته. أنا أعتقد هذه بداية يعني بداية طيبة لمحاصرة نعم يعني أذرع النظام في الخارج. هؤلاء ليسوا دبلوماسيين، هؤلاء هم أذرع سياسية للحزب الحاكم وللديكتاتورية. نعم طيب أستاذ زين، عودة للتهمة الثانية، قلت أنه أيضا كانت هناك اتهام من قبل الإريتريين على التجسس على المهاجرين الإريتريين في السويد، مما أيضا أوقع الجميع أو العديد منهم في مسائل قانونية أو مشاكل حينما يسافرون إلى إريتريا، وأيضا على أمور أخرى عرضتهم للمشاكل. نعم هو شوف يعني النظام كان وصل مرحلة من المراحل أنه ليس فقط يعني أنه يبتز الناس ماديا، حتى نعم. التهديد بالأرواح، التهديد يعني في معارضين في مناضلين أوذوا في شخصهم، يعني نعم. في زميل لنا اسمه مسفن برهي نعم. يعني اعتدي عليه، في زميل لنا قبله قرماي اسمها اعتدي نعم. عليه، في عدد من الناس تم تهديدهم في مناسبات عديدة من قبل مناصري الحزب. ثم هؤلاء الناس ليس فقط يعني مش فقط هم الناس اللي مناصرين للحزب أو المؤيدين له، حتى عمليات التجسس تتم حتى عليهم هم، يعني نعم لا اللي يشكوا في ولائه يتم يعني تتبعه والتجسس عليه، وعملية التجسس يعني معروفة جدا، يعني تقوم بها السفارة الإريترية بكل بساطة. يعني نعم الإريتريين المعارضين يعني فيه يعني صور قوائم تواريخ نشاطاتهم، أهلهم في الداخل، مين هم، من أين هم، من نعم وين ساكنين، من أي قبيلة، كل هذه المعلومات الحكومة الإريترية تتحصل عليها من هؤلاء الناس، يعني من هؤلاء نعم الناس النشطين في هذا البلد. يعني هل تعتقد أيضا تصعيد قضية الصحفي المعتقل السويدي الإريتري الأصل داود إسحاق أيضا كانت من ضمن الأسباب؟ حقيقة في مسألة الإبعاد هذه طبعا ما عندها علاقة قضية داويد إسحاق، نعم ولكن قضية داويد إسحاق تعتبر من القضايا اللي دائما تثار في السويد، والإريتريين غالبا ما يمتعضون من السياسة الرسمية السويدية نعم اللي هي الدبلوماسية الصامتة، وكانوا يشتكوا من في مناسبات عديدة سواء كان إعلاميا أو شفهيا أو في شكل مذكرات ورسائل، إنه هذه القضية يعني ما نجحت وما ما 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 أعطت أي نتائج، يعني فلماذا الإصرار في التحاور مع النظام بهذا العناد وبهذا السوء نعم وبهذا يعني الأداء السيء، يعني اللي ما يحترم فيه أي مثل وقيم وقوانين. يعني فيبدو لي أنا نعم هذا الإبعاد هو ترجمة لغضب السلطات السويدية، ويعني إظهار حق يعني امتعاضة من الطريقة اللي تعاملت بها الحكومة الإريترية مع هذا الأمر، مع هذا السلوك اللي نعم أظهرته الحكومة الإريترية نعم خلال سنوات طويلة جدا نعم من صبر السويديين عليها. يعني أوكي، يعني ذكرت عن السكرتير الأول للسفير إريتريا في السويد عنه أنه كان ينظم المهرجانات وأيضا يدعم النظام ماديا ويمارس أيضا من ضمن أعتقد التجاوزات التي قام بها نفوذه في داخل السفارة بابتزاز الإريتريين في السويد. يا ليت تحدثنا عن هذا الموضوع بأكثر تفصيل. نعم هو من الأشياء التي تثار حول هذه الشخصية، نعم شخصية ودي منغستو، أنه
هذا الرجل يقال يعني، وهذه مصادر من مصادرهم هي يعني، انه تم استدعائه الى اريتريا قبل عام على اساس يعني ما في ما يعني ربما عايزين يستبدلوا بشخص اخر، وما كان في بعض الجهات التابعه لهم هنا ايضا اشتكت منه، وفي صراعات طبعا اقليميه وقبليه وتعرف يعني لدى هذه الجهات يعني. فالامتعاض هذا او الشكوى هذه اللي صدرت حاولوا يسحبوه قبل عام، معروف حادثه معروفه للذين يعرفونها يعني. فالمحاولة تسحب الحكومة الإريترية، هو جمع تواقيع الحزبيين والمناصرين للحزب في هذا البلد على أساس يعني يطلبوا هؤلاء الناس إبقاؤه، لأنه هو شخص جيد وعطاؤه جيد وأداؤه جيد وكذا يعني. ورفعت المذكرة ليامانمانكي مباشرة نعم باعتبار هو أعلى مسؤول بعد اعتقال عبد الله جابر في الحزب الآن. ويماني تجاوز تقريبا عنه هذه الفترة وما سحب الى اريتريا. لكن من الاشياء ايضا تقال عن هذا الرجل انه هو يعني ابعد اسرته، ويقال انهم موجودين في بريطانيا يعني، نعم غريب وقد نعم لا يعود هذا الرجل الى اريتريا الان يعني، حتى لو تم ابعاده او باعتبار انه شخص غير مرغوب فيه يعني دبلوماسيا. نعم قد يكون قد 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 يطلب السياسي من الاشياء نعم فانا اعتقد مثل هذه الشخصيات قبل أيام كانوا جلادين، واليوم يتحولوا إلى مساكين وإلى ضحايا. يجب أن لا نقبل هذا الأمر يعني، يجب أن يلاحق هذا الرجل قانونيا، ويعني يفضح طبيعة هذا النظام باعتبار أنه هو من الناس الذين قاموا بابتزاز الإريتريين نعم وإذلالهم سنوات طويلة جدا يعني. نعم فيجب أن يلاحق قانونيا هذا الرجل حتى لو طلب اللجوء السياسي في بريطانيا أو في السويد أو في غيرها. طيب يعني نتحدث الآن على الجانب الدبلوماسي، أبعاد هذه القضية وتأثيرها على العلاقة بين إريتريا والسويد إلى أين ستصل؟ أنا أعتقد إريتريا اليوم من أكثر الدول المنبوذة والمحاصرة دبلوماسيا يعني. نعم والدول الإسكندنافية على فكرة يعني كلها، ولكن بشكل خاص السويد دائما وابدا كانت تثير قضيه الديمقراطيه وحقوق الانسان باستمرار مع بدايات سيطره الجبهه الشعبيه، حتى قبل ما تخش تحرر اريتريا، حتى وهم في الميدان السياسي في عده زيارات جاء الى هذا البلد. نعم رجع وهو زعلان جدا يقال يعني، من الناس المقربين له يعني في هذا البلد، لانه دائما كان تثار يعني كلما يعني يقابل السويديين المسؤولين السويديين مباشره يسالوه ما هي خططكم كجبهه شعبيه التعددية للديمقراطية لحقوق الإنسان. وثم لما تحول إلى نظام سياسي يحكم البلد ظلت هذه المسألة تطرح باستمرار وبإلحاح من السويديين، وهذا الأمر اللي عادة ما يخلي سياسي ينزعج جدا من السويد ومن السويديين، وحتى ما يرغب في زيارته، حتى لما كان عنده الفرصة يزور بلدان أوروبية أخرى ما كان يجي السويد لهذا السبب إلا لماما، ولما يجي يقابل فقط حتى بعد الاستقلال يعني بعد سنتين او سنه جاء زار السويد وقابل فقط الاريتريين ولم يقابل الجهات الرسميه وعاد الى اريتريا يعني، وهو رئيس نعم. بلد يعني. نعم. يعني فهمنا ان الناشطون السياسيون في السويد ايدوا هذه القضيه، كالمتحدث باسم حزب الشعب الليبرالي ذكرته في شؤون السياسيه الخارجيه السيد مالمر. نعم اعرب عن ارتياحه بان على الاقل انتهاء عمليه الجبايه التي كانت مفروضه على الاريتريين. بشكل عام الانطباعات على المشهد السياسي في السويد. نعم حقيقة السويديين من الشعوب التي تتابع بشكل جيد يعني، وما يكتب في الإعلام يقرأ يعني. ومثلا الصحيفة التي ترجم من هذا الخبر صحيفة داغنز نيهيتر هي واسعة الانتشار وتدخل تقريبا 500 ألف بيت سويدي كل صباح يعني. نعم والخبر هذا وأيضا كان منشور على عدد من الصحف الأخرى وعلى المواقع الإلكترونية للصحف نفسها يعني. فعدد القراء أنا أعتقد يتجاوز المليون، مليونين، مليون ونص، مليونين شخص يعني بالتأكيد اللي يطلعوا على أخبار إريتريا. بعدين يهمهم من أخبار إريتريا كثير نعم. موضوع متابعة كيفية تصرف هذا النظام مع شعبه، هذه الأعداد الهائلة اللي قاعد تهرب من إريتريا نعم. هؤلاء الشباب اللي قاعد يغرقوا في البحار، داوود إسحاق اللي اعتقل لسنوات طويلة جدا بدون ما يعرف عنه أي شيء،
كل هذه الأسئلة يعني جعلت من إريتريا بعبع، جعلت من إريتريا بلد مخيف. نعم. وبالتالي تعاطف السويديين مع إريتريا ومع الإريتريين كبير جدا هو. لكننا لابد أن نكون يعني نمارس نقد ذاتي أيضا كإريتريين، ونعترف نعم. إنه إحنا كان يعني بإمكاننا يعني نستغل هذا الجو العام الموجود في السويد نعم. بصورة أفضل لتعبئة الرأي العام. الآن بدأت الجوانب القانونية تطرح في قضية الإريتريين وفي قضية إريتريا. نعم. وفي هناك مكتب محاماة سويدي معروف جدا، فيه ثلاثة من المحامين الممتازين جدا واللي عندهم معرفة بالقانون الدولي. نعم. هؤلاء المحامين رفعوا قضية على أو عفوا هم الآن بصدد رفع قضية ضد أقطاب النظام العسكريين والسياسيين لمقاضاتهم في 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 جهات دولية أو في محاكم دولية معروفة يعني. نعم. يفترض إحنا كإريتريين نعطي دعمنا نعم. ونقدم بالتأكيد. معلومات كافية وغزيرة ومفيدة في هذا الجانب لهؤلاء الناس، ونحن على اتصال بهم حقيقة. في نعم. هناك جمعية اسمها وحدة الإريتريين للعدالة أو إريتريان يونيتي فور جاستيس. نعم. هذه الجمعية تحاول أن تركز على الجوانب القانونية وتحاصر النظام قانونيا وتسقطه أخلاقيا، يعني أنه هو نظام غير مؤهل لحكم شعب ولإدارة بلد، لأنه النظام متورط في نعم. يعني جرائم عديدة جدا وذات طبيعة يعني إجرامية بحتة، يعني مش نعم. فقط جرائم سياسية، جرائم نعم. يعني تعتبر جرائم جنائية عادية نعم. يعني أستاذ يعني زين، حقيقة نستطيع أن نقول أن الفضل الأول يعود على الناشطين جدا على مستوى التفاعل والإيجابية من قبل الإريتريين في السويد. يعني مدى أهمية وجود هؤلاء الناشطين اليوم في البرلمان السويدي الذي صعد هذه القضية، أيضا يعني تحريك القضية قد تكون على المستوى أو المستقبل القريب إلى العالمية. نعم، حقيقة كما ذكرت لك مثلا من شوية، في هناك الآن بدأ تحرك الإريتريين في محاصرة النظام قانونيا وأخلاقيا وفضحه، فضح هذه طبيعة هذا النظام النرجسية، طبيعة هذا النظام القاسية، طبيعة هذا النظام الإجرامية. وبالتالي أنا أعتقد هذا الباب باب جيد هو لإفقاد النظام شرعيته، وباب جيد هو لمحاصرة النظام. نعم. أصلا النظام في إريتريا محاصر، أصلا النظام في إريتريا يعني ما عنده علاقات يعني مع دول العالم. النظام في إريتريا منبوذ، النظام في إريتريا يعتبر من أسوأ الأنظمة في جميع النواحي. نعم. اللي ممكن يعني بالمعايير الدولية تقاس يعني. وبالتالي الناشطين الموجودين في السويد مع قلة عدد الناشطين حقيقة، إلا أنهم يعني بيأدوا دور جيد، ولكن نحتاج إلى تكاتف، يعني اللي في بريطانيا، اللي في أستراليا، اللي في سويسرا، يعني هذه البلدان اللي بدأت الآن تتحرك أيضا. يعني زمان في الشاشة وفي الساحة السياسية كانوا موجودين السويد نعم. وأستراليا تقريبا بشكل بارز، ثم التحقت بريطانيا بشكل قوي في السنوات الأخيرة، ووجدنا يعني قوة دفع يعني ومعنوي نعم. لنا اللي كنا في السويد نعمل، انه في بريطانيا بدأ النشاط فعلا يحمى يعني نعم. شيء الآن جميل ايضا نعم. نجد في سويسرا نعم. نشاط مقابل وهذا الحراك نعم. انا بالتأكيد يعني متفائل انه حيؤتي اكله في وقت قريب جدا لإسقاط هذا النظام واستبداله بنظام تراعى فيه الحقوق وتصان نعم. فيه الكرامة يعيش فيه شعبنا بسلام وأمان يعني. إن شاء الله. شكرا لك أستاذ زين العابدين شوكاي الناشط السياسي على كل هذه المعلومات والإضافات التي قدمتها لنا خلال النصف الساعة الأولى التي كانت تناقش طرد السكرتير الأول في السفارة الإريترية. شكرا لكم مشاهدي الكرام، وعودة مرة أخرى بعد هذا الفاصل لتحدث أو أيضا تسليط الضوء على الفنان الذي أفرجت عنه السلطات أو سلطات النظام في إريتريا، الأستاذ الفنان إبراهيم محمد جورد. كونوا معنا بعد هذا الفاصل. حلو.
حينما يغدو تكميم الأفواه سياسة ثابتة، وحينما توضع الحواجز أمام الآراء، تفتح الحوار للمشاهدين باباً للتعبير عن آرائهم بحرية تامة. الرأي الحر، فضاء حده السماء، يأتيكم في الأوقات التالية. تتصاعد الأحداث في العالم العربي، يتراجع الخبر في بعض الدول ويزداد سخونة في دول أخرى، ويبقى الحدث الفلسطيني حاضرا على أجندة الحوار. نتابع الخبر الفلسطيني، نحلله ونبحث في تفاصيله، وندرس تداعياته على الأرض والقضية والإنسان. بانوراما فلسطينية تأتيكم على الهواء مباشرة الجمعة الساعة 5 مساء بتوقيت غرينتش. في أمر أولي الأمر حق ضائع، قضايا لا تكشف، ومصائر في مهب الريح. حقوق الناس يأتيكم في هذه الأوقات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ملفات إريتريا نصف الساعة الثانية خصصناها بالاحتفاء بالفنان إبراهيم غوريت الذي تم إطلاق سراحه من السجون النظام الإريتري. أفرج النظام الإريتري عن الفنان الكبير الشعبي إبراهيم غوريت بعد أن قضى في السجن أكثر من سنة بلا محاكمة ولا توجيه اتهام. كان قد تم اختطاف الفنان وود غوريت بعد أيام من المحاولة الانقلابية الفاشلة 21 يناير عام 2013 ميلادية، والتي كان قد قام بها مجموعة من الضباط وعرفت بحركة 21 يناير لاحقا، وأيضا عرفت بالحركة التصحيحية. نترككم مشاهدينا الكرام مع هذا الفاصل من غناء الفنان إبراهيم غوريت. بارود وحزين انت مر على ليك تكو قسين وهو قدين بايك هم القضاء والدفين ديما ترهان قفلا أبايك وقدين من سميتك بحررا يا ماذا دوم عن قرار ويكررا أبهمت ديما ترهان قفلا للي تعلم كله من قال تعلم قل في دكة سنة تحسب تتحلم للي تعلم كله من قال تعلم قل عدكة سنة تحسب تتحلم واللي قبيل من كابز حد تعشم يتتهكي حقايلك بقوة كرم أها عباعته بروحته وبلهبته لفاش كافي وحبن ابايك وبعالقبلة الدلية
مخطن ومقمسل وقول لك سرر لا يمن جفر بجلاكي عبي ونموش للبادر من جل حلمه زي ما حلمه يتفسر شنو الحفن اللي تقنوم بأسر أها أهلا بكم مشاهدي الكرام. استمعنا لأغنية من أغاني الفنان الشعبي القدير الفنان إبراهيم غوريت الذي أفرجت عنه سجون ومعتقلات النظام في إريتريا، ونتمنى له كل الصحة والخير بإذن الله في حياته. وبالتالي نتشارك معكم خلال هذه النصف الساعة عبر الاتصالات على الأرقام التي سوف تشاهدونها على الشاشة. الفنان إبراهيم محمد غوريت كان يناضل بصوته ويحرض على الثورة وعلى غرس الروح الوطنية من أجل التحرير، تحرير الإنسان الرافض للذل والعبودية، من خلال أغانيه التي كانت تبث الروح، روح الأمل والتجدد لسياسة عادلة. هو لم يكن الأول ولم يكن الأخير، فهناك في سجون النظام العديد من المعتقلين، معتقلين الرأي والضمير والإنسانية، ومعتقلين رجال دين وفنانين، ومنهم كما خصصنا في إحدى ملفات إريتريا حلقة عن الأستاذ الفنان القدير أستاذ إدريس محمد علي الفنان، وغيرهم من الفنانين كأيضا إدريس حامد جابرة الذي مات في ظروف غامضة سنة 2005، أيضا الفنان محمود محمد عثمان ود الشيخ، وأيضا الفنانة زهرة، وغيرهم أتمنى بإذن الله تعالى أن يفرج النظام عنهم وتفرج همومهم بإذن الله، وتفرج هموم الإنسان الإريتري المهاجر وفي الداخل وفي الخارج. معنا، لا أدري إذا كان هناك اتصال. معنا الأستاذ محمد حسان، مرحبا تفضل. مرحبا، تفضل. شكرا لكم وأنا أتمنى أن أكون في مطالباته المستحقة بحقوقه في الحرية والسلام والعدل، ثم إن الفن كأحد أدوات التعبير عن الواقع الفردي والجماعي، نعم، له القدرة في التعبير عن هذا الواقع، ونال قصيدة مغنى، نعم، حتى الأسرة بالذات في مجتمع تتجذر فيه لغة شفهية. نعم، شيء جميل. بخصوص الشعب الإريتري، هو شعب عاش للفن وأهله، وانطلقت الأغاني بانطلاق تماماً مع انطلاق الثورة. نعم. وكانت تشعر الأغنيات بثورة النظام وكل شيء، يعني الطبع التركي. الأستاذ إبراهيم غوريت هو محبوب الجماهير، وأغانيه بدأت تبشر بالتحرير ثم تواصلت التعاطف، وكان يخاطب وجدان الجماهير، وما زالت أغنياته تفتح في كل بيت أدري. نعم. هو يسوي كل الأشياء دي ببلاغة جميلة وممتعة، والأغاني والكرت بإمكانها أن ترفض الثورة ضد النظام بكل ما تحتاج من وقودها، والنظام يعرف هذا السلاح وبدأ خطورته. هذا النظام الذي لم يستطيع تطويع إبراهيم غوريت ولا سيطر على كلمات ذكية، كانت التهمة الجاهزة كما ذكرتم، نعم، تغيير التهمة النظام، ولا يمكن أن نفهم الفن بمعظم الواقع، وزي ما النظام فيه أغاني وغوريت وفسرها، نحن برضو فهمناها وفسرناها. أكيد. المغزى والسؤال الذي يظل قائما هو ما هدف النظام من إطلاق سراح الفنان غوريت في هذا التوقيت؟ وهو نعرف النظام أنه يبني حججه على الشبهات ولا يتعاطف مطلقا مع أي معارض له، يعني. نعم. طبعا السؤال ده له تمدلاته السياسية التي لا يمكن فهمها بمعزل عن سياسات النظام الذي يتعرض إلى الخلخلة والتباينات في صفوفه وما تمر به الساحة بتاعت المعارضة من تطورات جديدة. على كل حال، أنا أقول ألف حمد لله على سلامتك يا إبراهيم، أنت أطلق سراحك ولكنك لم تنال حريتك، وأنا أعلم يقينا أنك سوف
ستطردنا كما كنت. نعم. وسوف تظل تصدع في سماؤنا إلى آخر. شكرا لك، جميلة هذه الإضافة منك أستاذ محمد حسان. بالتأكيد يعني سلاح الكلمات هي أقوى من سلاح كل الأنظمة، ونبقى مع هذا الفاصل. قدين تاور بارود وحزين، انت مر على ريك تتو قسين، وقدين بايك هم القبا ودفين. ابايك وقدين سمعت كبهرة يا مادة دوب انقرار يا كرارة مدي ما ترهان قفلا أبايك وقدين من سمعك بحرارا يا مادة دوب عن قرار ويا كرارا أبها مدي ما ترهان قفلا للي تعلم كله من قال تعلم قل فتك قاسن يتحسب تتحلم للي تعلم كله من قال تعلم قل عد قاسن يتحسب تتحلم واللي قبيل من كابز حد نتعشم بيتتهكي حقاي لبق وكرم. لهبتو لفاش قابي وحبن سمعنا لي أيضا بعض المقاطع أو مقطع من أغاني الفنان المفرج عنها الفنان إبراهيم غوريت الفنان القدير. نتواصل مع الجمهور ونأخذ اتصال محمد علي من السعودية. تفضلي محمد. أهلا وسهلا بيك، تفضل. الله يحييك يا كريم. أهلا وسهلا. أولا بشكر قناة الحوار وبرنامج الملفات الإدارية، وشكرا لك أخ كريم وأخونا دكتور عمر زراعي على هذه الجهود. وصراحة اليوم نحن نحتفل بالصراحة الفنان الكبير إبراهيم محمد علي بورس. نعم. نتمنى أن نسمع قريبا إطلاق أيضا كل الأسرى والمعتقلين من المزيد محمد علي الفنان الكبير الثوري وكل المعلمين والمعتقلين السياسيين. فأيضا نعم تعزي الشعب الإدري في الشيخ أحمد فضل. سمعنا أن وفاته رحمة الله عليه. هو رحمة الله عليه رجل مناضل كبير ولكل المناضلين الذين رحلوا رحمة الله عليهم. نعم نعم نعم. تحية لكم مرة أخرى الله يسلمك. نسأل الله أن يخلص الشعب من هذا النظام الدائم، نتمنى ويفرج عن أهلنا اللاجئين الذين في السودان إن شاء الله. يعني احنا اصبحنا يا اخ محمد علي نشتاق للفرحه لاي
إنسان معتقل لأي إنسان إريتري يعني يفرج عنه، يعني لا أدري مدى تفاعل الإريتريين الذين يستمعون إلى خبر انفراج أو فرج أو شخص أفرج عنه في هذه الظروف الصعبة. والله صراحة كان خبر سعيد جدا على كل شعب الإريتري. نعم. ومعه أصدقاء وطبعا تحديد وأهل أسرته ونهني وميزة أسرته بالتحديد بالتأكيد اليوم. نعم فهذه نادرة يمكن ما أتوقع عن الشعب الإريتري من هذا النظام الظالم، لكن هو فرج عند الله أول وأخيرا، ونتمنى أن نسمع رأي المعلمين إن شاء الله بإذن الله تعالى وكل هؤلاء إن شاء الله نتمنى. شكرا لك أخ محمد علي على اتصالك ومشاركتك لنا في ملفات إريتريا. شكرا لك. نأخذ اتصال من السويد من عثمان. تفضل يا عثمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيت بس عمل قطع اليوم بس تفضل أول أذكركم على أولية فنجولت واللي كانت تقعد باللغة التجري. نعم. وهو يقول أعدون وما يقول بايع ولدون، هو يقول يطلق عن عامين الوطن مش بايعين الوطن للأسف. عفوا انقطع الاتصال، وكنت حابة استوضح اكثر من عثمان من السويد ماذا يقصد، ياليت كان يوضحنا وياليت كان توضح، يعني نتمنى ان تكون لغة الرموز الغير موضحة يعني ليس لها وجود معنا في البرنامج، ياليت نكون صريحين وواضحين. ناخذ اتصال من ابو خالد. ابو خالد تفضل. اهلا وسهلا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا على الهواء؟ أيوة أنت معنا على الهواء تفضل. مبدل أولا أهني المخرج عنه. أيوة الفنان إبراهيم جوريت. نعم الفنان إبراهيم جوريت. أيوة وثم ثانيا أقول بالإمكان إذا أمكنهم هو وغير الفنانين الإريتريين نعم أن يتركوا النظام هذا ويلجئوا منه يعني. عفواً عيد مصيرهم كله. للأسف أيضاً فقدنا اتصال أبو خالد ولم تكتمل الفكرة. نأخذ بزهراء. زهراء تفضلي من السودان. تفضلي يا زهراء. زهراء. مرحبا. أهلين تفضلي أنت على الهواء. أنا لما تحوى. أيوة أنت على الهواء معنا تفضل يا زهرة. يلا والله أنا أهنيكم ودائما معكم وبحب برامجكم ما أول مرة. شكرا لك. أهني الفنان إبراهيم. أيوة وشكرا على اهتمامكم والله العظيم. ما الواحد ما يعرف يشكر ملفات أرضية أنا متابعها طوالي. الله يخليك. شكرا يعني برامج كثيرة عندكم ما شاء الله. شكرا. ليت تعطينا انطباعات الإريتريين موجودين في السودان. نعم انطباعات الإريتريين موجودين في السودان، يا ليت تعطينا فكرة الانطباعات إحساسهم والله. مشاعرهم والله العظيم نحن دائما برامجكم حتى لما نقعد تجيبوا عن مصر وغيره، ونحن الغنى دي يعني غنم على الحق هي ونحبها شديد خالص، واليوم الحمد لله يعني بيجينا من أصحاب المحظوظين يعني من أصحاب البيت. شكرا لك يا زهرة على هذه المشاعر الطيبة، إن شاء الله نكون في المستوى. ناخذ حامد من جدة. تفضل يا حامد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أنا يوم أبغى مقابلة عندكم هنا في جدة ناس يعني يقابلوني وكده، عندي موضوع كده كبير وحلو جدا أتكلم معك فيه سجلوه إن شاء الله. التليفون عندكم معانا التليفون، هل أعطيت الكنترول؟ التليفون عندك في الكنترول. طيب طيب حامد شكرا لك إن شاء الله يشرفنا. شكرا لك. عبد الله من فرنسا تفضلي. عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أشكرك أختي على موضوعك. العفو. ملفات إريتريا ولكن لا أعرف بالضبط الموضوع يعني الذي تطرقونه له في يعني إريتريا بصفة عامة. يعني تقصد إحنا يعني صرنا في البرنامج ملفات إريتريا تقريبا هذه ثالث سنة نذكر فيها معاناة النظام ومعاناة الإنسان الإريتري في داخل إريتريا.
وعلى الانتهاكات الحقوقية. أتمنى إن شاء الله تتابع عبر اليوتيوب، الحلقات موجودة كلها، ممكن تأخذ فكرة ولو بسيطة عن الأوضاع الموجودة هناك. ولكن شكرا لاهتمامك وشكرا لاتصالك أيضا. شكرا لك يا أخ عبد الله. عودة مشاهدي الكرام في هذه الدقائق للفنان، الفنان الشعبي الفنان إبراهيم غوريت الذي كان معتقل في سجون الإريترية. نذكر قد يكون الناس لم يستمعوا لنا أنه اعتقل النظام الحاكم في إريتريا، وهو كان ضمن أعضاء الحركة التصحيحية التي انطلقت في 21 يناير عام 2013 بعد أن استدرج ليعود من محل إقامته من جدة ليكون تحت رهن الإقامة الجبرية، ومن ثم الاعتقال بسبب رفضه للاستبداد وأيضا للوضع الذي هو السيء في إريتريا. نأخذ اتصال علي من السودان. علي تفضل. يا علي تفضل. مرحبا. أهلين. مرحبا. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك يا علي، تفضل أنت على الهواء. ايوه يا علي تفضل. للاسف الصوت غير واضح. قناه الحوار. ايوه قناه الحوار، انت على الهواء تفضل. الو. طيب يا ام انور تفضلي، فقدنا اتصال علي من السودان. تفضلي يا ام انور انت على الهواء. ايوه الحمد لله، الحمد لله على سلامه الفنان إبراهيم غوريت وعقبات كلهم المعتقلين إن شاء الله. إن شاء الله. يعني في رأسهم أبو خالد، أبو خالد إدريس محمد علي. أكيد إن شاء الله يا رب. إن شاء الله أقباله. نتمنى كلهم المعتقلين. أم أنور أنت مقيمة في السعودية؟ أيوة في جدة. يعني كيف تشعرين وأنت مغتربة؟ يعني يا ليت تعطينا انطباعاتكم عن الوضع، وخصوصا انه الاستاذ ابراهيم الفنان ابراهيم غوريت كان مقيم في جدة. والله الفنان ابراهيم غوريت بيقني بكل عمق. نعم. انسان مواطن، وعن المواطنين وعن جميع المنازلين. نعم. يعني هل نشارك هذا العمق؟ نعم. بشوف لقطاته دحين قدامي. نعم. الحمد لله على سلامته وعقبال كلهم المعتقلين إن شاء الله. يعني أم أنور يا ليت تعطينا إذا ممكن في ترجمة لبعض كلمات أغانيه اللي فهمتيها. ولا أنا مو مجتمعة بكثير لأغانيه بس. نعم. كفنان أريتري أو مظلوم أو معتقل. نعم. عشان كده اتصلت أنا. شكرا لك يا أم أنور. عموما شكرا لك على اتصالك ومحاولتك تعبير عن مشاعرك، هذا بحد ذاته شيء كبير لنا. وأقول عقبال. نعم. أبو خالد. إن شاء الله. أبو خالد. إن شاء الله. إن شاء الله. وكل معتقل إن شاء الله. شكرا لك. نأخذ اتصال من أبو صالح من بريطانيا، تفضل يا أبو صالح. يا هلا، يعطيكم العافية ونشكركم على هذا البرنامج اليوم بهذا الذكرى العظيمة، رغم أن شعبنا كله في السجن. إن شاء الله يا ربي يعني يفرج عن كل المعتقلين يا أخي، نتفائل بإذن الله. الله يخليك. فلفت هذه نحن نعتبرها ديننا في رقابنا ونشكركم عليها. شكرا لك. ولكن عندنا جوانب عدة جدا جدا تحتاج يعني إلى اللفتح. نعم. وعلينا أن نوصل إليكم المعلومات، وعليكم أن توافوا المشاهد العربي بما نعانيه في الداخل. أكيد. ولا شك أنتم متابعين ولا يخفى عليكم هذا الأمر. نعم. فما حببت أن أقوله في هذه السانحة. نعم. أن أؤكد على مسألة ما يعانيه الشعب، وبالذات من له رأي في السياسة. نعم. يعني الدنك على مدار اليوم، والأستاذ إبراهيم غوريت. نعم. ما هو إلا يعني مثال على ما يعانيه مجتمعنا، فما حببت أن أقول بس نشكركم. شكرا لك يا أبو صالح. الباقية يعني. نعم. تحتاج إلى نظرة وعليكم أن تطلبوا مننا المعلومات. نعم. وعلينا أن نوصل إليكم إن شاء الله. وإحنا مستعدين يعني
التعاون ومستعدين لكل إريتري أن يتجاوب وأن يقدم نفسه ويقدم قضيته أمام الرأي العام. شكرا لك أبو صالح من بريطانيا على اتصالك وتواصلك. كما ذكرنا مشاهدينا الكرام، نحن نحتفي بالفنان الشعبي إبراهيم غوريت، ونتمنى عقبال كل الفنانين كأبو خالد إدريس، محمد علي وآخرين والعديد منهم، ومعلمين اللغة العربية وأساتذة الدين و الطلبة والإنسان الإريتري الحر الذين هم يقبعون اليوم في سجون النظام، نتمنى بإذن الله أن تفرج عنهم. بنهاية أو ختام لملفات إريتريا، وإحنا على أعتاب نختم ملفات إريتريا، نقول أن كلمات الفنانين كلهم الثوريين والمناضلين في إريتريا كانت هي سلاحهم ونضالهم وثورتهم. بالنهاية ندعو الله الفرج لكل كما ذكرت معتقلين ولكل اللاجئين الإريتريين ولنا جميعا. أترككم مع أغاني كلمات الفنان إبراهيم غوريت، وتكون ختام لملفات إريتريا، على أمل أن نلتقي الأسبوع القادم في ملف جديد بإذن الله. هذه تحية مني ومن فريق العمل، ونترككم مع أغنية الفنان إبراهيم غوريت إريتريا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يعني هون احنا كتير كتير عم نعاني اكتر من سوريا كمان، يعني صحيح انه طلعنا من تحت القصف، بس هون كمان عانينا شي يعني لا ينوصف ولا ينحكى، يعني ما بيقدر يسمع فيه العقل، يعني صابنا انهيار عصبي.